معكم بالانطلاقات نتابع صدارة هذا الشوط. والمقدمة عنيد لمنصور بن سعد بن قذرة لحبابي من يفتتح الصدارة والمركز الأول، بينما المركز الثاني يأتينا هنا دلهام مطار بن محمد بالطبيعة لقتبي من يقدم لنا دلهام بهذا الانطلاق والأداء، بينما من الجانب الآخر زي هنا زمزوم القادم هنا لسالم بن بخيت بن رشيد لقتبي، والوصول هنا من أسمر بانطلاقة وتحديات راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري من يقدمه على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس يأتي اللورد سهيل بن سليم بن حربي العامري، وسادس المراكز القادم هنا شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. وعلى المركز السابع والمنطلق بهذه اللحظات والي محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني من يقدم على المركز السابع. والمركز الثامن ربدان للسهيل بن محمد بن حطم العامري من يأتي بربدان على المركز الثامن. وعلى المركز التاسع، المركز التاسع والمنطلق بهذه اللحظات نمرود معالي علي بن سالم بن عبيد لكعبي من يقدم لنا النمرود على المركز التاسع. والمركز العاشر ذيب محمد بن سعيد بن راشد بن محمد الحكماني ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة هنا للمشاركة بانطلاقات وتحديات هذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام بعد العشرة المراكز الأولى إلى صدارة هذا الشوط وإلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى التغييرات الطفيفة التي تجرو وتجرو في مسيرة هذا الشوط. نتابع المقدمة والمركز الأول من غير بهذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الأول وانطلق بصدارة هذا الشوط. بهذه اللحظات هنا يأتينا نتابع مشاهدينا الكرام صدارة هذا الشوط والمركز الأول اللورد، اللورد من غير لسهيل بن سليم بن حربي العامري، ودلهام في المركز الثاني مطار بن محمد بضبيعة لقتبي، والمركز الثالث عنيد منصور بن سعد بن قذلة لحباب بن شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، يأتينا رابعا. وعلى المركز الخامس المتسلل والم بهذه اللحظات محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني، والقادم ربدان سهيل بن محمد بن حطم العامري، سداسية جميلة تنطلق هنا بمقدمة هذا الشوط، بينما أسمر القادم على المركز السابع هنا راشد بن عبد الله بن وقاش العامري من يقدمه هنا على المركز إذن السابع. والمركز الثامن، المركز الثامن الذيب محمد بن سعيد بن راشد الحكماني يأتي مع الذيب، هذه الانطلاقة على ثامن المراكز. والمركز التاسع والمتسلل نمرود، نمرود القادم لمعالي علي بن سالم بن عبيد لكعبي، ومن الجانب الآخر هناك زمزوم سالم بن بخيت بن رشيد الاكتبي من يأتينا بهذه الانطلاقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم انطلاقات وتحديات هذا الصباح. لنا عودة شاهدينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى اللورد، اللورد المنطلق على الصدارة على المركز الأول سهيل بن سليم بن حربي العامري، بينما عنيد من الجانب الآخر، عنيد من يعاند بهذه الانطلاقة، منصور بن سعد بن قذلة لحبابي من يأتينا على المركز الثاني وبدأ يتسلل بهذه اللحظات، بينما القادم 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 والمتسلل هنا أيضا بهذه اللحظات والمندفع والمنطلق هنا يأتينا والم محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني من يتسلل، وبن قطامي هناك مع انطلاقة وتحديات ربدان
سهيل بن محمد بالحطم العامري من ياتي هنا ايضا متسللا على المركز الرابع. المركز الخامس شاهين قطامي بن محمد بثاني بن قطامي السويدي، وسادسا دلهام المنطلق هنا بشعار مطر بن محمد بطبيعه لجتبي من يقدمه على سادس المراكز هنا مع هذه الانطلاقات والتحديات الجميله التي نتابعها مع منتصف المسافه والمغادره لمنتصف المسافه بست دقائق 30 ثانيه. نتابع هنا القادم اسمر بهذه اللحظات، اسمر هنا منطلقا ايضا قادم بشعار راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري من يقدمه على المركز اذا السابع والمركز الثامن. وصل الشبابي لسلطان بن محمد الملعاي الاكتبي من يقدم لنا الشبابي هنا في هذه اللحظات على المركز الثامن. نمرود في المركز التاسع لمعالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي والحميري يقدم شاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ولنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى الصراع هنا السداسية على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا نتابع عنيد من الجانب الآخر من تسلل إلى الصدارة إلى المقدمة، هنا منصور بن سعد بن قذرة الأحبابي على المركز الأول، اللورد في المركز الثاني، السهيل بن سريم بن حربي العامري، والمركز الثالث يأتي ربدان للسهيل بن محمد بن حطمة العامري، ورابع المراكز والم محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني وشاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي دلهام مطر بن محمد بن طبيعه لجتبي سادسا. أما المركز السابع، المركز السابع والقادم بهذه اللحظات وأسمر يتسلل هنا ويقترب من الستة المراكز الأولى. أسمر هنا راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري من يقدمه على المركز هنا السابع والمركز الثامن. وصل المدهش مع مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يقدم لنا مدهش بهذه الانطلاقة وهذا التحدي، وشاهين سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يأتينا هنا تاسعا. والمركز العاشر وصل لافي على المركز هنا العاشر، أول ندا هنا بانطلاقة منصور بن سعيد بن منانة من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. عنيد من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول، عنيد هنا لي أيضا منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي من يقدمه على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، وأسمر القادم هنا بهذه اللحظات. ركز يا راشد يا بن عبد الله يا بن حمد يا بن وقاش يا العامري، ركز هنا مع أيضا أسمر وانطلاقته وتحدياته الجميلة. هنا القدوم من قبل هنا ربدان في صلب المنافسة، السهيل بن محمد بن حطم العامري ودلهام دلهام هنا بشعار هنا مطر بن محمد بطبيعة لقتبي خماسية جميلة في هذه اللحظات. هنا القادم والم محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني، وياتينا هنا مناور لسالم بن عامر بن راشد، هنا المدهوشي من ينطلق مع مناور بهذه الانطلاقة وهذا التحدي الجميل. هنا يأتي لافي منصور بن سعيد بن منانة الاكتبي من يقدمه هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. تاسع المراكز، المركز التاسع والقادم بأول ندى، أول ندى هنا غازي محمد بن عبد الله بن بارك الهاجري من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل، وشاهين لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري عاشرا. هذه هي النتيجة
للمراكز الأولى. هنا دلهام من غير على الصدارة، دلهام من غير على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. دلهام 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 مطار بن محمد بضبيعة للكريم، هنا ينطلق بالصدارة مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير. هناك مناور، مناور ثانيا لسالم بن عامر المدهوشي، والمركز الثالث، المركز الثالث غازي محمد بن عبد الله بن بارك الهادري من يأتي بهذا الانطلاق الجميل. وهناك المتسلل لافي، لافي منصور بن سعيد بن منانة يصل بهذه اللحظات، وربدان السيل بن محمد بن حطم العامري وأسمر، هنا راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري، ولكن الصدارة مع دلهام. دلهام على الصدارة، دلهام على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. دلهام دلهام بانطلاقة وتحديات مطار بن محمد بضبيعة لاكتبي من يقدمه على المركز الأول وصدورة هذا الشوط. ولكن ربدان ربدان، وهناك مناور، الله الله، التحديات الأخيرة مجريات هذا الشوط. هنا المتسلل مناور 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 من يتسلل هنا بهذه اللحظات، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، المدهش المدهش من ينطلق بهذه اللحظات مع مناور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. هذه الانطلاقات واللحظات الأخيرة، سلام سلام للسلطنة، سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. دلهام في المركز الثاني، مطر بن محمد بن ضبيعة المركز الثالث، ربدان من وصل للسيل بن محمد بن حطم العامري، والم ياتينا محمد بن عبد الرحمن بن علي الهوني، وعلى المركز الخامس وصل مبلش محمد بن رملي بن محمد العامري من حل على المركز الخامس، وسادسا لمنصور بن سعيد بن منانة. ونعود هنا ايضا مع التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة الوصول هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والتحدي هنا والانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا التوقيت الزمني، التوقيت الزمني هنا مع أيضا انطلاقات وتحديات مناور. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز المميز الجميل، و13 دقيقة 6 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل مع مناور. تهانينا وناموس. المركز الثاني دلهام، مطار بن محمد بضبيعة الاكتبي، سجل 13 دقيقة ثانية واحدة 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث وصل ربدان هنا بشعار وتحديات سهيل بن محمد بن حطم العامري، قطع المسافة في 13 دقيقة ثانيتين جزئين من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا للآخر في هذا الصباح الجميل في هذه